عن طريق علاء بن دحنوس، ويرجع الهجوم ابراهيم البحري يعود الى التشكيله الاساسيه واهل في كاس رابطه الابطال الافريقيه. ترجع الكره لصالح النادي الذي سبقش، كذلك المدرب البلجيكي والدفاع مير حنش يبعد الكره في الاخير، تمشي مباشره من الدفاع بالقيروان بشبيبة القيروان، يعني عدد مهم على مستوى تكوين الشبان. فريق شبيبة القيروان معروف مدرسة. كرة لصالح النادي الرياضي سفيقسي، تمشي مباشرة للدفاع أخف الأضرار بالنسبة لدوح أمام شيسكا في هذه المباراة، و يعرف كذلك يعطي كرة لغازي شلوف، ممتازة التمريرة. غازي شلوف يحاول يخرج طايس الخليسي ويتفطن بسرعة ماهر الحنش، لكن اللي فيها علي معلول وابراهيم البحر خلق فرص كثيرة في نهاية هذه الفترة، خاصة الفرصة اللي مرت على طه ياسين الخليسي، ثم تسديدة مابيدي، ثم ماهر الحنش. ماهر الحنش يرفع الكرة في اتجاه حسام الويتي اللي يعتمد على التشكيلة التالية. رامي الجريدي في حراسة المرمى، تبعوا العملية والكرة من غازي شلوف إلى ثنائية مع حسام الويتي. حسام الويتي يتمكن من التوزيع ويدخل الدفاع أمام زياد الترباني. مالك بحر، كرة إلى التماس أو لا، اللاعب بالكرة ولكن أبو بكر سيلا بطبيعة الاعتماد على هذا اللعب. كرة تخرج ضربة مرمى لصالح شبيبة القيروان، ضغط من شبيبة القيروان، وطبعا الحارس رامي جريدي كان صوت منيع أمام كل هذه الكرات لشبيبة القيروان، ما زالت عندها الكرة. وتتعدى الكرة حسام الويتي قبل ما تخرج الى التماس مع علي معلول باختيار محمد عويشي. كرة لصالح النادي سفيقس يتمكن من ترويضها طه ياسين الخميسي، ما يكملهاش اللاعب سنتمو ابراهيم البحر. ابراهيم البحر داخل منطقة الجزاء يخرج كرة علي معلول يوزع والراسية والكرة ينجح المدافع. هاي إعادة موقع مناسب، حب يخرج كرة الحقيقة اللي تعودنا به في محور الدفاع، لكن اليوم بصفة استثنائية غير زميله تستوري وعلي المعلول، ولا كالعادة يعني التسربات بتاع علي المعلول خطيرة، وافتكاك الكرة حتى يعطي ريحة أكثر لدفاع فريقه. ترجع الكرة إذا I'm high, make the best of it.
يلعب في الحداد يشوف العقلي كرة طويلة ترجع بالملك الحارث الرقوبي تعود لمحور الدفاع بنجالي كيتا ثم الهدفي بنجالي كيتا مرة أخرى أو أمامكم رقم 29 في الدرجة يلعب مع الهدفي في مباراة التهدف التعادل الفريق يسجل رفع فلوس الورقة الحمراء 24 يبيع جيل ضربة جزاء الفريق كان قدام زوايا الزوايا عماد المنيوي يمشي بنجالي كيتا يرجع كورة كيتا بنجالي كيتا يرفع كورة تغيير لكل مدرب سوالات مكان هشام الصيفي الخط الامامي بعد تدخل الإطار الطبي في الطب الشبيبة